Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu l'Akhdar Ibrahimi, ancien diplomate, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Je vous propose d'écouter la déclaration de l'Akhdar Ibrahimi. والهدف الأول كان للاطمئنان على صحته وأوضاعه ولكن نظرا للوضع الذي تمر به البلد هذه المرة تكلمنا أيضا في ما يجري في البلد وأخبرني سيادة الرئيس على بعض القرارات الهامة التي هو بصدد اتخاذها والتي ممكن تكون وصلت أو ستصل قريبا إلى علم الناس في هذا البلد وأنا من هذا الحديث أطلع متفائل أن صوت الجماهير وخاصة الشباب مسموع وأنه مرحلة جديدة بناءة تعالج الكثير من أشكالنا من مشاكلنا ستبدأ في المستقبل القريب جدا يعني أظن أن الشباب اللي خرجوا للشوارع في المدن والقرى في بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الناس في كل مكان في الداخل وفي الخارج لا بد أننا نستمر نتعامل مع بعضنا بعض بهذه المسؤولية بالاحترام المتبادل الكامل وأننا نحول هذه الأزمة إذا كانت لابد أن نسميها أزمة إلى مناسبة بناء وتشييد فتمنياتنا للجميع وشكرا جزيلا